السلام عليكم. الفيديو هذا راح يكون عن الساتوريتد اي بي ار، تيتوريال عن الساتوريتد اي بي ار. نحلنا مثال حتى تكون عندكم الخطوات واضحة. انا شرحت الفروقات بين الاي بي ار وانواعه، وذكرنا الاندر ساتوريتد والساتوريتد والبارشيال ساتوريتد. اليوم الساتوريتد راح نحل مثال عليه بسيط، وايضا نضيف تيتوريال لاخ فيديو لاحق يكون بيه شوية رسم بين الاي بي ار والفيرتيكال فلو واحتمال التشوك. اليوم قلنا موضوعنا عن الساتوريتد وتيتوريال هو نسترجع انه الساتوريتد شنو وشون يكون الرسم مالته، وشو كنت نعرف انه هذا المكمن وصل حالة الساتوريتد. قلنا من يوصل حالة الساتوريتد البي دبليو اف يكون اقل من البي بوبل، ويكون الرسم بالشكل التالي: الاي بي ار على شكل كيرف. الاي بي ار اللي هو انفلو بيرفورمانس ريليشن شيب، اللي هي العلاقه بين الكيو والبي دبليو اف مال المكمن. يعني ايش دا يصير داخل المكمن نرسمه بهذه العلاقه. قلنا بما انه هو عندنا مكمن نفطي نقدر نستخدم فوغل، قانون فوغل كما موضح بهذا الشكل. وليش هو ساتوريتد؟ اي وصل حالة التو فيز، معناها صار عندنا نفط وبدا يتحرر شنو هو الغاز. شو وقت يبدا يتحرر الغاز؟ عندما تكون البي بابل اكبر من البي دبليو اف، يعني ان ضغط المكمن وصل ضغط التشبع وبدا يقل عنها. هسه نجي نشوف مثال يوضح لنا هاي الفكرة، ويوضح لنا شلون عرفنا انه هاي حالة ساتوريتد. نعطينا بير دي يقول a well is producing from a reservoir having an average. هنا نعطينا average reservoir pressure 2085 stabilized production test on، يعني نعطينا test من هذا يعني من هذا البير نعطينا عليه test اللي هو مطيك الكيو نوت مالته 282 اس تي بي بير داي، ومطيك البوتوم هول بريشر عن بي دبليو اف 1765 عندما كان الكيو شنو 282 اس تي بي بير داي. هنا انا مطيك البابل بوينت، ركز لي على هاي البابل بوينت ايش قد ضغطها 2100. اذا انباوع على الريسيفوار بريشر اللي هو هذا 2085 راح نشوفه اقل من البابل بوينت، بمعنى انه الضغط وصل حالة المكمن وصل حالة التشبع، انه البي دبليو بي افريج جيد وصل 2085 اقل من البي بابل. البي بابل اللي هي قلنا شنو ضغط التشبع، بمعنى انه المكمن كان نفط ومن وصل من قل عن هاي الضغط بدا يتحرر الغاز. اذا صار المكمن عبارة عن شنو تو فيز، انا غاز ونفط. يقول لك استخدم فوغل حتى تطلع لي شنو producing rate عند البي دبليو، يعني الكيو ماكس يريد. هنا بما انه فوغل ما تقدر تعوض بي دبليو اف صفر، لازم شو تسوي؟ مطيك تيست وتستخدم قانون فوغل وتعوضه وتطلع الكيو ماكس. نجي نشوف شلون انا هنحله. احنا نكتب قانون فوغل دائما قدامنا حتى نعرف شلون نعوض. مطيك الكيو نوت، الكيو نوت ايش قد مطيه 282، راح نجي نعوض الكيو تعويض بسيط. تنزل قيم ذني البي اي او البي افريج ايش قد مطينا اياها 2085، نعوض 2085. البي دبليو اف ايش قد راح تكون 1765، عوض 1765. هنا هم نفس نعوض ونربح. فمن نبسط هذا الكسر ونقسم 282 على هذا راح يطلع لنا الكيو ماكس 1097 اس تي بي بير داي. طلعت لنا قيمة الكيو ماكس، اي بمعنى اقصى فلو ريت ممكن ننتجه عندما يكون يعني هذا المكمن اقصى فلو ريت ممكن ننتجه عند ال 1097. نجي نشوف المطلب الثاني شو يريد. The producing rate if the BWF، عندما يكون البي دبليو اف يقل لل 1485. بالبداية هو كان ايش قد 1700. هنا انا شو يريد؟ الكيو نوت وليس الكيو ماكس. يقول لك الكيو نوت عندما يكون، احنا طلعنا الكيو ماكس اللي حتكون ثابتة 1097 حتكون ثابتة، هاي كيو ماكس. بينما الكيو نوت راح نجي نحسبها عندما يكون البي دبليو اف راح يقل لي وين؟ من يوصل 1485 راح نجي نحسب له كيو نوت ايش قد كانت الفلو ريت، يعني ايش قد كان معد ايش قد ننتج عندما يوصل الضغط لل 1485.
كم برمي كم اس تي بي بير داي. زين ستوك تانك برا الله ابوه. زين نجي نعوض المعادله نفسها مال اللي هي هاي نزلها نفسها، بس هنا كيو نوت حتكون هي المجهوله، كيو ماكس احنا حسبناها 1097، البي دبليو اف نعوض بداله اللي هو مطينا 1485، بي افرج راح ينزل نفسه 2085 تعويض مباشر راح يطلع لنا الكيو نوت، طلع لنا ايش قد 496 عندما كان شنو البي دبليو اف 1485. حلينا هسه المطلب الثاني بسيط ما بيه شيء، حسبنا الكيو معدل الانتاج اليومي عندما وصل البي دبليو اف 1485. نيجي نشوف المطلب الثالث الاخير شنو اللي يريده. The bottom hole pressure necessary to obtain، هسه هو ده يقول لك اريد اوصل لل 400 معدل انتاج، ايش قد راح يكون لازم البي دبليو اف، ايش قد اسيته، ايش قد احطه بحيث يوصل، ايش قد يعني اخلي البي دبليو اف قيمته بحيث توصل الانتاج عندي 400 ستوك تانك بارل بير داي. نجي شو نسوي، نعوض هم فوغل، نكتب قانون فوغل قدامنا، نعوض 400 بدال الكيو نوت ل 1097 بدال الكيو ماكس، البي دبليو اف هو اللي يريده بحيث يعني عند ال 400 ايش قد كان عندنا بي دبليو اف، الباقي لان قيم ثابته، وعندك الريسيفوار بريشر او الافرج ريسيفوار بريشر حيكون 1085، هنا نفس التعويض راح تعوضه بس تربع، انتبه على التربيع، حيطلع لك البي دبليو اف 1618 بي اس اي جي، يعني عند ال 400 حتى احصل 400 يعني فلوريت لازم اسيت الضغط البي دبليو اف عند ال 1618 بي اس اي جي، يعني احط الجيج يقرا 1618 بحيث من احطه على هذا الضغط راح ينتج عندي ايش قد 400 ستوك تانك بارل. هسه احنا طلعنا القيم اللي مطلوبه، بعد لازم شو نسوي، نرسم الاي بي ار، حتى نرسم الاي بي ار نحتاج اكثر من نقطه، ليش؟ باعتبار انه هو ساتوريتد وليس اندر ساتوريتد، الاندر ساتوريتد هو خط مستقيم نحتاج نقطتين، هنا ساتوريتد احنا شو عرفنا ساتوريتد، لان ذكرنا الضغط المكمني اقل من شنو البي بابل، فبما انه ساتوريتد نحتاج اكثر من نقطه، اكثر من نقطتين حتى شنو نطلع الاي او نرسم الاي بي ار. نجي نشوف شلون راح نرسم الاي بي ار، نكتب المعادله الرئيسيه حتى تكون عندنا واضحه، دائما نكتب المعادله الرئيسيه حتى تعرف شنو اللي تعوضه وشنو المجهول. احنا شو نريد؟ قلنا نرسم الاي بي ار، فاحنا نفرض من عندنا قيم للبي دبليو اف حتى نطلع كيو نوت ومن خلالها نقدر نرسم، بس شنو الفرضيه تكون ضمن الرينج مال الضغط اللي عندنا. احنا اعلى قيمه للضغط شنو كانت عندنا؟ مو البي بابل تاخذه، تاخذ الاعلى قيمه هي الريسيفوار بريشر. فكانت عندنا 2085 اعلى قيمه للضغط داخل المكمن، فنعوضها اول شيء 2085، وراها نجي نفرض قيم للضغط اقل من هاي القيمه، نفرض 1800 1700 بكيفك انت، الفرضيه بس تكون اقل من هاي القيمه لحد ما توصل للصفر، فتقدر تفرض 2000 يعني هاي اول قيمه، تقدر تفرض وراها تنزل 200 200، تنزل 500 500، مو مشكله، المهم تكون فرضيتك للبي دبليو اف اقل من البي ريسيفوار يعني ريسيفوار بريشر افرج ريسيفوار بريشر لحد ما توصل للصفر، يعني ما تقدر تفرض 2500 لا، لان انت عندك اعلى قيمه ايش قد 2085، بالتالي احنا نفرض بي دبليو اف، فرضنا القيم، ورا ما نفرض بي دبليو اف لازم نجد لها شنو كيو نوت، فعندك كل بي دبليو اف نطلع كيو نوت، شلون؟ نعوض بي دبليو اف بدال الموجوده هاي بالمعادله، فنعوض هنا بي دبليو اف وهنا نعوض بين القيم ننزل هنا، يعني طلع لنا لازم نعوض كم مره؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 9 مرات نعوض بي دبليو اف هنا يطلع لنا الكيو نوت، فمثل ما شفنا من نعوض 2085 حيطلع لنا صفر، من نعوض 1800 يطلع 253، من نعوض 1765 يطلع لنا 282، من نعوض 1918 يطلع لنا 400 الى اخره، فاحنا كل ما لحد ما وصلنا لكيو ماكس، كيو ماكس شو وقت كانت عند الصفر راح يوصلنا لكيو ماكس، زين؟ فطلعنا بالتالي طلعنا احنا اكثر من نقطتين، بالتالي نقدر نرسم الاي بي ار، مجرد نعوض الرسم يكون بين بي دبليو اف والكيو نوت، مجرد نعوض على الرسم، طبعا البي دبليو اف يكون لي فوق حتى والكيو نوت يكون بهذا الاتجاه،
مجرد نعوض النقاط. فهنا بي دبليو اف ايش قد مثلا 2000 عندما كان كيو صفر، تيجي تعوض النقاط وتجر خط على شكل قوس وليس خط مستقيم، هو هذا مثل اي بي ار ساتوريتد. هذا كل الفكره عن شلون ترسم الاي بي ار ساتوريتد. طبعا اكو افكار هوايه، تقدر ترسم وياها الفيرتيكال فلو، تقدر ترسم وياها يعني تشوك، وتقدر تقاطع وتطلع الاوبتيمم. هاي نحاول نحل بتيتوريال غير يعني بغير فيديو، نحل اكثر من تيتوريال حتى تكون عندكم مجموعه من الافكار، بالتالي تقدر تضبط الماده. شكرا، ان شاء الله تستفادون من هذا الفيديو، يكون عندكم الساتوريتد اي بي ار واضح.